أيضا من الأخبار السعودية 500 مليون ريال للتعليم والصحة بالسودان. أعلن السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر يوم الأحد عن تمويل السعودية لمشاريع تعليمية وصحية بالسودان بقيمة تزيد عن 500 مليون ريال سعودي، وقال السفير إنه سيسلم الموافقة لوزير المالية السوداني يوم الاثنين. وكان الصندوق السعودي للتنمية قد أعلن في أكتوبر الماضي عن استعداده لتمويل مشروعات وزارة الري والموارد المائية للعام 2019-2020 بمنحة قدرها 120 مليون دولار، وأبدى الصندوق موافقته لتمويل العجز في الخدمات الاستشارية لمجمع علي عطبرة وستيت. يعني 500 مليون ريال للتعليم والصحة، هو الجانب المشهود خاصة في المناطق التي تأثرت كثيرا يعني جراء الحروب اللي كانت في السودان. إمكانية دعم هذه القيمة التمويلية التي جاءت من السعودية للواقع التعليمي والصحي في السودان؟ والله الواقع التعليمي في السودان يحتاج إلى الدعم، ما في ذلك شك، ويحتاج إلى كثير من الأموال. في المرحلة الماضية السعودية ده تأكيد على أنها واصلت دعمها للسودان منذ فترة طويلة جدا. السعودية ظلت تواصل الدعم الإنساني والدعم حتى الدعم السياسي في المحافل الدولية، وهي الآن تطرق باب التعليم بدعمها، وهو دعم مقدر ودعمي ظل ينتظر الشعب السوداني دائما من أشقائه في المملكة العربية السعودية، وهذا يؤكد أن السعودية دولة قلبها على السودان وقلبها على أنه يستمر عملية الاستقرار في تستمر عملية الاستقرار في السودان وعملية التنمية في السودان. السعودية جار قريب، تتأثر بكل ما يجري في السودان، كل ما يجري في السودان ينعكس، سواء كان خيرا ينعكس خيرا، وسواء كان شرا ينعكس شرا على المملكة السعودية لأنها من أقرب الدول. هذا واضح أستاذ بليغ، لكن أقصد ال 500 مليون ريال للتعليم والصحة، إمكانية برضو توزيعها الصحيح في للجهات المسؤولة أن توزع، خاصة أنه مرات لا تكفي الحوجة، ولكن أن تكون مثل هذه القيمة يجب أن توزع للجهات التي تحتاج هذه القيمة. بالضبط، هذا ما تختص به وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية، هي بالتأكيد تعرف مناطق الحوجة وتعرف ما إلى أين يمكن أن يقدم هذا الدعم للمناطق التي تستحقه، بتوزيع بالتأكيد هي تعرف وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة لها دراساتها ولها إحصائياتها، ويمكن أن تقدم الدعم في مكانه الصحيح. نعم. إذا ماذا عن تمويل العجز يعني الخدمات الاستشارية؟ يمكن هي صرحت بأنه هي مستعدة لمجمع عالي عطبرة وستيت بمنحة قدرها 120 مليون دولار. ده طبعا في قبل أسابيع هذه المنحة تم إعلانها من قبل الصندوق السعودي. الصندوق السعودي ساهم في جميع المشاريع الخاصة بالري في السودان، من مشروع تعلية خزان الرصيرس إلى جانب مشروع سد مروي، كانت له مساهمة كبيرة جدا في بناء مشروع الصندوق السعودي للتنمية من ضمن الصناديق العربية أخرى من الكويت وغيرها من دول الخليج، برضو صناديق إماراتية كانت لها مساهمات كبيرة في مشاريع المياه التي تمت في وسط السودان وفي شمال السودان.